في خلال سنوات معدودة من الاتحاد، تحولت الإمارات إلى دولة عصرية مزدهرة. علق الشيخ زايد على هذه الطفرة قائلاً: إننا لم نحلم بكل هذه الإنجازات التي تفوق كل تصور. أضاف: لم نكن نحلم بهذه السرعة التي تفوق كل معدلات التنمية المعروفة. لكن ذلك لا ينفي أن الفترة ما بين عامي 68 و71 كانت من أصعب الفترات. شك كثيرون في قدرة الدولة الناشئة على البقاء، توقعوا أن تتفكك الدولة خلال عدة أشهر قليلة. قليلون هم الذين أمنوا بنجاح التجربة. زعم المشككون أن الخلافات الداخلية حادة إلى حد تمزيق الدولة الوليدة. لم يتمكن الاتحاد من البقاء والازدهار فحسب، بل وصل إلى مستويات غير مسبوقة من الاستقرار والرفاهية. على مدى أول 3 عقود فقط، شهدت الدولة إنشاء مؤسسات أساسية، منها وزارات المالية والتخطيط والدفاع، وتشكلت حكومة من الخبراء. قام الشيخ زايد بتمويل مشروعات البنية الأساسية. اهتم أيضا بتوفير المساكن والمدارس والمستشفيات، لم يكن هناك سوى القليل منها. ترقى مطار العاصمة من شريط ترابي إلى منشأة دولية، وتطور الميناء البحري ليستقبل السفن العملاقة، وربطت الطرق والجسور بين الجزر والبر. لكن الشيخ زايد لم يهتم بالتنمية الاقتصادية فقط، لكنه أولى رعاية خاصة للتنمية البشرية أيضا. لعل السبب الولع بالشعر، كان شاعرا متميزا مثلما كان سياسيا متفردا، مزج بين السياسة والثقافة. لهذا أطلق عليه المؤسس الذي دان له الشعر كما دانت له السياسة. في عام 1977 بدأ تشييد المجمع الثقافي في أبو ظبي، وفي عام 1981 افتتح. نظم المجمع فعاليات ثقافية متنوعة، منها معرض الكتاب، ومنها استضافة الشعراء العرب، أشهرهم كان نزار قباني. أمام جمهوره قال نزار قباني: للمرة الأولى أقرأ كتاب أبو ظبي، ينفتح البحر أمامي كسيف من الفيروز، قبضته هنا ورأسه على حائط الصين العظيم.